بالنسبة للست أم آدم اللي حماتها يعني بتفتقت عليها بكلام، بتتبل عليها بالكلام. طبعا إنها توصل لمسألة العرض فده طبعا أمر لا يجوز، وإذا كان الحال زي ما حضرتك وصفتي كده في السؤال هي آثمة واسمها كبير. لكن مش عايزاكي تزعلي من الزوج، مش عشان ان اللي بيعمله، طبعا ما فيش اي امرأة زوجة عفيفة كريمة هتقبل انه حماتها تقول عليها كلام زي كده، ما يصحش يعني. لكن انا انصح بالحكمة والصبر واحنا بنتعامل، ونقلل التعامل معاه، يكون في حدود ضيقة ويكون على قدر الضرورة، وتفهمي زوجك هذا الكلام. زوجك أدرى بيهم، ليه أنا بقولك ما تزعليش منه؟ لأنه يبدو أنه هو أدرى بأمي، يمكن هي لسانها طويل غلاطة ما بتست يعني لا تهاب لما تقذف أي إنسان بكلام زي كده، في ناس كده، فهو أدرى بها. لذلك أنا عايزة أنك أنت تقللي التعامل وتدعي رب العالمين سبحانه وتعالى بصلاح الأحوال، وفي نفس الوقت ما فيش مانع أن أنا أقول للزوج أن أنا في ضيق أن أنا بيتقلي مثل هذا الكلام. أنت لما تبقى مع والدتك توجه ليها أنه هذا الكلام لا يليق، إحنا في بين ابن، ما ينفعش مثل هذا الكلام أنه يتقال عليا، وإن أنا سكت عشان خاطر خايفة على ابني، خايفة على علاقتنا، فده من باب الصبر الجميل وليس من باب الرضا بمثل هذا الكلام. أنت تتكلمي معاه بهذه الصورة، لكن هو واضح جدا أن زوجك عارف أنها غلطة، بتغلط من النوع اللي بيغلط. ونوجه لمثل هذه الأم وهذه الأم وغيرها اللي سهل عليه يغلط في أعراض الناس، النبي عليه الصلاة والسلام في الخطبة بتاعته في خطبة الوداع أكد على حرمة المؤمن على المؤمن، دمه وماله، مش الدم بس، الدم والمال والعرض، والإنسان ما يغلطش في أخيه الإنسان في وجه عام، وما يغلطش في حق أخيه المؤمن على وجه الخصوص، عشان الناس تعيش في سلام. التصرفات دي ما تعملش سلام، التصرفات دي ما تعملش هدوء في العلاقات الإنسانية، التصرفات دي يطلع الصبي الصغير ده يسمع جدته بتشتم أمه أقبح الشتائم. تتكلمي مع الزوج بهدوء من غير شجار، من غير مشكلات، لأنه واضح أنه هو على دراية بأمي، وبرضه هو مش عايز يعني يبين لك، مش هيقدر يقول لك كده حتى لو أنت بتشوفي كده. فنسأل الله سبحانه وتعالى السلامة. هذا القبح في التعامل الإنساني صورة غير إنسانية وغير لائقة ولا تؤدي إلى استقرار البيوت.